أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استفتحنا بذكر الله وآياته وآخر فاتحين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وخزائن معرفتك، وأنر قلوبنا وبصر بصائرنا، وأرن الحق حقا لنتبعه، وأرن اللهم الباطل باطلا لنجتنبه. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا نحمده تبارك وتعالى، ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ولا مضل له، اللهم اجعلنا ممن هديت، ونعوذ بك أن نضل أو نضل. ونصلي ونسلم على حبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومصطفى ربنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. أحبتي في الله، يا أحباب الله، يا أحباب رسوله، إخوة الإيمان في بيت من بيوت الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبتم وطاب ممشاكم، وبوأنا الله من الجنة منزلا كما بوأنا من بيته هذا مقاعد لعبادته وطاعته. أيها الأحبة في الله، خير ما نفتتح به لقاءنا هذا في بيت من بيوت الله، في بيوتنا دين الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، جعل الله من هؤلاء. نعم أيها الأحبة، نرجو من الله تبارك وتعالى أن نكون أحبة في الله، وأن نكون كما أمرنا ربنا في الآية الأولى التي قلنا فيها: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، لأن هذه الدنيا هي التي تخاصم بيننا، وهي التي تفرق بيننا، وهي التي توسوس لنا وتنزع بين قلوبنا، ولكن الله تبارك وتعالى دائما مع المؤمنين حيثما حلوا وارتحلوا، دائما مع المحسنين في طاعته، في عبادته، في استقامته، في الاستقامة التي أمر الله تبارك وتعالى أن نستقيم وأن نكون من المستقيمين. والآية الثانية التي تبين لنا وتوضح لنا لقاءنا هذا في شأن الإيمان، والإيمان هذا لا نمل من تكراره ومن سماعه، لأن القرآن الكريم ذكره في كثير، في عشرات من الآيات: من هم المؤمنون، وما أعمال المؤمنين، وماذا يجب على المؤمنين، وكيف حال المؤمنين في الدنيا، وكيف حالهم مع ربهم، وكيف حالهم مع بعضهم بعض، بل مع أنفسهم، لأنك إذا استقمت مع الله ومع نفسك تستقيم مع غيرك، وإذا كنت منحرفاً أو معوجاً مع الله مع نفسك كذلك تكون مع مخلوقات الله، مع مخلوقات الله من الإنس والجن والحيوان والنبات والجماد، كل هذون يستفيدون من المؤمن، والمؤمن يستفيد منهم. فإذا كنت مستقيماً مؤمناً حقاً، والإيمان أيها المؤمنون، إذا كنت مؤمنا حقا استقامت لك الأمور واستقمت في جميع الأمور. والمؤمنون والإيمان حقا أيها المؤمنون هو نور يضعه الله تبارك وتعالى في قلب من أحب من عباده، منهم من يملأ قلبه نورا يفيض، كما ذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر رضي الله عنه في إيمانه الذي يفيض به قلبه ويصدق برسوله صلى الله عليه وسلم
وبما جاء به. هذا الإيمان نرجو من الله تبارك وتعالى في لقائنا هذا وفي جميع لقاءاتنا الأخوية وخصوصا في بيوت الله أن يزيد الله إيمانا، أن ينور الله قلوبنا بالإيمان، لأن هذه الشحنة العظيمة، الشحنة النورية، إذا امتلأ بها قلب الإنس والجن فإنه يستقيم في جميع أموره وأقواله وأفعاله، فإنه يرى الحق حقا فيأتيه، ويراه جميلا محبوبا طيبا مريحا، ويرى كذلك الباطل باطلا مظلما ثقيلا منتنا، فيجتنبه، لأن العاقل يحب النور ولا يحب الظلمة، العاقل يحب الخير ولا يحب الشر. فإذن هذا النور نور الإيمان الذي يضع الله تبارك وتعالى في قلبي من أحب من عباده، هذا كنز عظيم لا يباع ولا يشترى ولا يورث. ربما يقول البعض قد ورثنا الإيمان من آبائنا وأجدادنا. نعم، إذا كان آباؤكم وأجدادكم صالحين ورثتم منهم الاستقامة، ورثتم منهم بعض الدين، ولكن الحقيقة هي ما يعطيك الله أيها الإنسان، أيها المؤمن، أيها العاقل، أيها الذي تحب الله تبارك وتعالى، تحب رسوله صلى الله عليه وسلم، تحب كتابه الذي هو نور كما ذكره الله تبارك وتعالى، الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليخرجنا من ظلمات الجهل والكفر والنفاق والمعاصي إلى نور الإيمان، إلى نور التوحيد، إلى نور الخير، إلى نور الصلاح، إلى نور رضوان الله، وهو أعظم ما يجب على الإنسان أن يطلبه في هذه الحياة. ورضوان من الله أكبر، لما ذكر الله تبارك وتعالى الجنة التي وعدها للمتقين المؤمنين الصالحين المحبين لله ورسوله وكتابه، قال ورضوان من الله، يعني يعتم الله تبارك وتعالى رضوان منه أكبر مما ما يتنعم به الإنسان في دنياه وأخرى. لأن هذا الإيمان الذي هو نور أعطاكه الله منحة منه، أعطاكه الله فضلا منه، أعطاكه الله لتستقيم في حياتك، لتكون كما يحب، لأنه أحب أن يعطيك الإيمان دون كثير من الناس. هذه الدنيا التي هي 6 ملايين أو 6 ملايير أو 7 ملايير، المؤمنون قليلون، والله تبارك وتعالى هو عالم بما خلق وبما يخلق إلى يوم القيامة، فقال وقليل من عبادي الشكور، وهم المؤمنون حقا، وما أكثر الناس ولو حارست بمؤمنين. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إيمان قومه وعلى إيمان أعمامه وعلى إيمان المؤمنين الذين بعث إليهم، أو العرب الذين بعث إليهم، كان حريصا على إيمانهم. فقال له الله تبارك وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذن أنتم أيها المؤمنون، أنتم وأزواجكم وأولادكم وأصدقاؤكم وأحبابكم وجلساؤكم، إذا رزقتم هذا الإيمان فاحمدوا الله تبارك وتعالى وزيدوا إيمانا، وزيدوا تقربا إلى الله، وزيدوا محبة لله ومحبة لرسوله ومحبة لكتابه، لأن على مقدار حبك لله ورسوله وكتابه
تسارع في الخيرات، تسارع فيما يرضي الله، تسارع في الطاعات والعبادات وما يرفعك عند ربك. فأنت أيها المؤمن إذا أحببت شيئاً لابد أن تشتريه، إذا أحببت شيئاً تأكله أو تشربه إذا كان ماء أو مشروب، فالشيء الذي تحبه تحرص عليه وتقوم بجلبه، أو أولادك وزوجتك يتمنون أن تشتري لهم شيء لأكل أو شرب أو لباس، فأنت تقتنيه لهم لمحبتك ومحبتهم لذلك الشيء. نحن كذلك أيها المؤمنون، يجب أن يكون أعظم وأفضل وأولى ما نحب في هذه في دنيانا الإيمان بالله ربًا وخالقًا ورازقًا وحافظًا، كلنا نعلم هذا، ولكن يجب أن لا نغفل عن امتثال أوامر هذا المحبوب، هذا الذي ندعي محبته، هذا الذي نريد أن يحبنا فيوفقنا ويهدينا ويعطينا ما نتمناه في دنيانا لسعادتنا، وما نتمناه في أخرانا لسعادتنا. وقد ذكر ذلك كثيراً من الآيات، ما هي الأشياء التي تعملها أيها المؤمن بالله الخالق الرازق المنعم المتفضل، ما هي الأقوال التي يجب أن تقولها، وما هي الأعمال التي يجب أن تأتيها، وما هي الأعمال التي يجب أن تجتنبها لأنها مضرة، وما هي الأقوال التي يجب أن لا تقولها، أن لا تفوها بها لأنها تضرك في حياتك وتضرك في أخراك. فكل ما أمرك به الله أيها المؤمن التقي الصالح المحب للخير، إن كنت صادقا في حبك للخير، فكل أمر عليك أن تتيقن أن الله ورسوله ما أمراك به إلا لمنفعتك ومصلحتك. فالله تبارك وتعالى لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا، وهو القائل في حديث قدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجار قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم وفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله على توفيقه وسداده ونعمه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لا يلوم الله ولا يلوم أباه ولا أخاه ولا صديقه ولا رفيقه. والله تبارك وتعالى قد ذكر لنا هذا اللوم، وقال الذين استكبروا الذين استضعفوا، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا. فلت سورة فاطر وسورة النمل لنجد هذه المناقشة بين الرفاق والرفاق الذين يتحاببون في الدنيا على طاعة الله، يتعاونون على البر والتقوى كما أمرهم الله تبارك وتعالى. هؤلاء الرفاق الذين يتناصحون، والذين هم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه، يرى في عيوبه فينصحه ويرشده ويقبل النصح. هؤلاء قال الله تبارك وتعالى فيهم: هؤلاء الصالحون هم أحباب كذلك في الآخرة بعد الحساب، ويتلقون في الجنة. لقانا الله إن شاء الله في الجنة كما تلقينا اليوم وهذه الليلة في بيته، ويتذكرون فيما صبروا في الدنيا وفيما وقع لهم في الدنيا مع المؤمن وغيره،
قال الله تبارك وتعالى في سورة زخرف: لا خلاو يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الذين اتقوا سخط الله، اتقوا غضب الله، اتقوا كل ما يضرهم في دنياهم وأخراهم، وكل شيء نهاك الله تبارك وتعالى عنه أيها المؤمن فإنما هو مضرة لك، وكل شيء رغبك الله فيه من قول وعمل فيه منفعتك في الدنيا ومصلحة حياتك وسعادة أخراك. والمؤمن الحقيقي أيها الأحبة في الله هو الذي يسعى لنيل هناء الدنيا وسعادة الآخرة. هناء الدنيا مع نفسك لا تضر بالمعصية، لا تضر بالتقصير في أوامر الله والعبادات، ما ضر، أو حرمان من الأجر العظيم. الذي لا يصلي في المسجد يصلي في منزله أو في دكانه أو في ساحة من الساحات، لم يضر نفسه ولا غيره، وإنما كان ضعيف يعني قليل الأجر، حرم نفسه من الأجر. يقول كيف أنا صليت هنا ولا صليت هنا، الله تبارك وتعالى موجود في كل مكان، ولكن الله تبارك وتعالى رغبك بأن تعمر بيته. أنت أيها المؤمن تعمر بيتك بالأكل والشراب واللباس والزينة والتهوية والتدفئة، كل ما تجد به السعادة تجلبه إلى منزلك، تشتريه بإثمان غالية لأنك تحب أن تكون سعيدا في منزلك. وهل لا تحب أكثر من ذلك أن تكون سعيدا في أخراك؟ منزلك تخرج عنه في يوم من الأيام، ربما قد تبدله تغيره، ولكن النهاية أن تخرج من هذه الأموال كلها، من منزلك، من مالك، من أولادك، من حديقتك، من سيارتك، من كل ما تملك، ولو أن توصي إن نقص عقلك توصيهم بأن يدفنوا معك ملايين من الريالات أو عشرات أو مئات من الجرامات أو من الكيلوات من ذهب، لن تستجاب، لأن مالك أيها المؤمن، مالك أيها المؤمن ما انتفعت به أو نفعت به، انتفعت أكلا شرابا لباسا لطاعة الله لا لمعصية الله، لأنك إذا عصيت بالله لم تنتفع بل أضررت نفسك، لم تشكر الله على هذه النعمة. ومالك الذي تتركه بعدك ليس لك، لم يكتب لك، هو للورثة، أو إن وصيت بشيء لمشروع خيري، لمسجد، لسبلة، لمدرسة، لفقراء، لمساكين، قد تجده عندك لا حسد للورثة، ولكن خير المال الذي تنفقه أيها المؤمن وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت أيها المؤمن تبصر بنور الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: احذروا فراسة المؤمن فإنه يبصر بنور الله، يرى الأشياء على حقيقتها، الخير يراه خيرا فيسارع إلى الربح منه، والشر يراه مظلما شيئا قبيحا يبتعد عنه ويجتنبه، لأنه بنور الله يبصر. والله تبارك وتعالى في الآية التي ذكرتها: إنما المؤمنون حصر، يعني ليس غيرهم، من لم يمتثل هذه الأوامر ويكون بهذه الصفات فليس بمؤمن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت قلوبهم، لعلهم قصروا في طاعة الله، لعلهم عملوا سوءا، لعلهم ظلموا أحدا، لعلهم خلطوا بمالهم شيء محرم من ربا أو غش أو خداع، لعلهم
لم يمتثلوا أوامر الله كما أحب، لعلهم قد صلوا صلاة بدون وضوء أو بدون طهارة أو بنجاسة، يخافون دائما توجن قلوبهم. ولكن نحن في حاضرنا هذا قد توجن قلوبنا عندما يموت ميت، عندما يقول يقع حادث نتذكر الموت ونبكي أو نتباكى أو نحزن، ولكن يجب أن نبكي على ذنوبنا أكثر، وأن نحزن على معاصينا أكثر، وأن نتباكى على تقصيرنا في حق الله أكثر. الله تبارك وتعالى أعطانا نعم لا تعد ولا تحصى، وهو الذي قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونحن ما دار إيماننا بهذه النعم التي يجب أن لا نستعملها وأن لا نشغلها وأن لا نوجهها، لا نشغلها إلى فيما تنفع وفيما هو شكر، وأن لا نقوم بتوجيهها إلا لخالقها، لأنه الذي خلقها وأمرنا أن نوجهها إليه، كما قال للرسول صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نحن كذلك، ولا هناك من أحد يقول حياتي من غير الله، ولا هناك أحد يقول مماتي إلى غير الله، ولا هناك أحد عاقل مؤمن أن يقول عبادتي وجهها لغير الله، وهل هناك عاقل يقول حياتي أعمل فيها ما أشاء، لأنها لا أحد يسائلني فيها، الله يسألك يوم القيامة وقفوهم إنهم مسؤولون. وهل هناك عاقل يقول إن مماتي لغير الله، لما أموت أشوف من يشفع فيها، والدي أو جدي أو عمي أو أحد أحسنت إليه في الدنيا؟ أبداً، لا يشفع أحد لأحد إلا من أحب الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قد أخطأ من ظن أن أحد يشفع فيه غير الله أو بغير إذن الله. القرآن يقول هذا، يقول بأنه لا شفاعة إلا لمن أذن له الرحمن، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ والشفاعة أيها المؤمنون لا نخطئ، لا نخطئ أيها المؤمنون، يجب أن نؤمن بالقرآن حقا وصدقا. الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع فينا بماذا؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم يعيش معنا فيرى أنا وجوها ويعلم أسماءنا؟ لا، يوم القيامة إن شاء الله نرجو أن نكون ممن يبعثهم الله غرا محجلين من أثر الوضوء. نرجو من الله تبارك وتعالى أن يحشرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع لنا، معنى يشهد بأننا اتبعنا سبيله الذي تركه لنا، طريق الله المستقيم، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، وهو صراط الذي مشى وسار فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن تبع له، فنحن خلفه، فنحن عاملين إن شاء الله بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يرجو رضوان الله، يرجو غفران الله، يرجو محبة الله فيتبع الرسول، يرجو اليوم الآخر الذي لا حاكم فيه ولا ملك فيه إلا الله، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. أيها المؤمنون، نحن مؤمنون والحمد لله، ولكن يجب أن نحقق هذا الإيمان في تصرفاتنا وتعاملاتنا وفي فهمنا للقرآن الكريم
فهممز حقيقيا. وهؤلاء المؤمنون أيها الأحبة في الله، قد فصل الله وبين الله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ووضح كيف هي، ما هي صفاتهم، كما ذكرنا في هذه الآية بعض صفاتهم وكثير من صفات. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت خافت قلوبهم، ويطول الكلام في هذا. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إذا سمعوا آيات الله تليت عليهم بشروا وأنذروا زادتهم إيمانا، ملأت قلوبهم إيمان وصدقوا وحققوا ومشوا ساروا حسب ما يريده الله وعلى ربهم يتوكلون. توكلهم على الله لا على الدنيا ولا على عم ولا على خال ولا على وظيف ولا على دينار ولا على درهم، توكلوا على الله. ولكن يجب أن تتخذ أسباب، كما أنك تحب أن تدخل الجنة لا بأن تجلس في منزلك دون صلاة ودون عبادة أبدا، لا بد من اتخاذ الأسباب، من صلاة وعمارة مساجد لله وصدقة للفقراء والمساكين، هذه أسباب يعني تحقق أو تصدق حبك للجنة أو حبك لله تبارك وتعالى، تطيعه وتطيع رسوله وتتودد إليه بالعبادات ليجزيك هلاء في الدنيا وخيرات وبركات في الدنيا ونعيم أبدي في الآخرة. ولو كانت الدنيا أيها المؤمنون، هذه الدنيا التي نعيش فيها والتي نرى فيها الصحة والقوة والأولاد والأموال وما نوده وما نحبه نسعى فنحصل عليه بإذن الله، ولكن هذه الأشياء، هذا الجزاء ليس هو الجزاء الحقيقي للمؤمن، هو قد يكون جزاء للكافر والعاصي والفاسق والفاجر وأهل النار، لأن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. الله تبارك وتعالى يجازي المؤمن بشيء قليل، والله تبارك وتعالى في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من الناس من يعطي الله تبارك وتعالى الصحة والقوة لأنه يعلم أن ذلك ينفعه ويبعثه على طاعة الله وشكر الله، ولو أفقره لكفر بالله وعصى الله وسرق. الفقير دائما ربما أول عمل يعمله يسرق. ومن الناس من المؤمنين من يجعله الله تبارك وتعالى فقيرا، وهو عالم أن الفقر هو الذي يصلحه، ولو يغنيه سيكفر بالله. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. كثير من الناس أعطوا مالا فعصوا ربهم، كانوا يعمرون المساجد، كانوا يفعلون الخير، كانوا لا يعصون الله، كانوا لا يفسقون ولا يفجرون ولا يدخنون ولا يزنون، ولكنهم لما أعطي لهم المال اختبرهم الله تبارك وتعالى فنالوا هذه الدنيا فعصوا ربهم وكفروا وفسقوا وفجروا، وفي مقدمتهم قارون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قال إنما أوتيت على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد هلك من القرون من قبله من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبه المجرمون. هذا قارون التي كنت مفاتح الخزائن فقط، يعني تتعب الخزنة الذين يحملون ويفتحون الخزائن ويملؤونها وما الخروج منها قليل، لا يزكي لا يتصدق. نصح موسى عليه السلام بأن يتصدق على بني إسرائيل على الضعفاء على الفقراء، هذه قال بالقوة متاعي بالعلم متاعي بالصحة متاعي جمعت هذا المال، إيه روحي يسيروا جلدهم
المال مال الله، المال مال الله، والقوة قوة الله. ليس هناك من يرزقك أو من رزقك قوة أو مالا أو أولادا إلا الله. فعليك أن تشكر الله تبارك وتعالى ليزيدك، لأنه وعدنا بذلك: لئن شكرتم لأزيدنكم. وعليك أن تجتنب كفر نعم الله، معنى استراك اللي ما عندك، الذي لا يتصدق، الذي لا يستنفع بماله في طاعة الله، في رضوان الله، في نفع عباد الله، هذا كأنه ما عنده. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم عيال الله، وأحبكم إلى الله أنفعكم لعياله. كلكم عيال الله، لأن الله تبارك وتعالى يرزق بعضنا من بعض، ولسنا نخرج إلى الصحراء أو خارج ديارنا فنتلقى الذهب والفضة والأكل والشراب، لا، كل هذه من عند الله. إذن لما أحسن الله إليك، وأحسن كما أحسن الله إليك. الله تبارك وتعالى كلنا عباده، شاء أن جعل هذا فقير وهذا غني، ليبتلي الفقير فيصبر على فقره ويطيع الله فلا يلهي ماله كما ألهى الغني، وأغنى الفقير ليتصدق، وأغنى الغني ليتصدق ليختبره، يعطي زكاة وصدقة. ومالك أيها المؤمن، هذه كذلك حقيقة يجب أن نركزها في أذهاننا ونؤمن بها ونحققها، لأن الإيمان الحقيقي، الإيمان العميق، الإيمان الصادق هو الذي يجعلك تمتثل ذلك الإيمان في أقوالك وأعمالك وتصرفاتك. وإلا فأنت شك فيما قال الرسول، شك فيما قال الله، شك فيما تسمع، شك فيما تتلو من القرآن. وما كان ينبغي أن تشك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم: مالي مالي، يبدأ يحسب هذه السيارة، هذه شاحنة، هذه غابة، هذه دار، هذه مال، هذا خزانة مال، يبدأ يعد ماله، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، كلا خلاص انتهى، بعد ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة تعرفوا وين يروح، البقية اللي ما بقت في بدنه، أو لابسة فأبلى، ولا البس ومن بعد تقطع إرشاء، تقطع إبه بمصبار، إما خلاص قدم تقطع، أو تصدق فأبقى. تصدق ابتغاء رضوان الله، تصدق بما يحب أن يكون له في الجنة، تبايع مع الله، والبيع مع الله رابح. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا، يخاطب الذين آمنوا، يعني يجب أن تحققوا إيمانكم بما سيذكره. يا أيها الذين آمنوا، وهذا محبة من الله أن يوجهنا: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هل حبيت نضلكم، نوريلكم، نرغبكم في تجارة مع الناس إلى دبي، إلى إمارات، نجيب السلعة يعني رخيصة الثمن وبيعها بأثمان باهظة؟ لا لا، ثم تموت أو تفنى أو تسرق في الطريق أو تجازى أو يعني تؤخذ منك كرهنا وطوعا. لا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ أرتقي، ما هي هذه التجارة يا رب التي تنجيني من عذاب أليم، مما يخلد، مما يبقى ولا يفنى، العذاب الأليم في الآخرة؟ ولو كثير من الناس يعذبون بأموالهم، يعذبون بأولادهم، يعذبون بزوجاتهم، يعذبون بتجارتهم، بعمالهم، بسلعهم، هذا موجود. ولكن أنت إذا كنت مؤمن حقا لن تعذب، ولو يقع لك حادث
أو مرض وأنت مؤمن تتيقن بأن هذا من الله، توسع قلبك صدرك فترتاح، لأن كما يقول الهم كتبة كتبة والهم لا زيادة، يعني ما قضى الله وما كتب الله لابد أن يقع، والهم الذي يعني تقتل نفسك بالهم هذا زيد مش لازم. اتق الله، اعلم بأن هذا من الله، إذا جاءك خير قل من الله فاصرفه وشغله فيما يحب الله، وإذا جاءك بلاء أو شر وهم عليك كذلك أن تعلم أن هذا من الله تبارك وتعالى، عليك أن تصبر وتحتسب وتوقن بأن المتصرف هو الله لا غيره، ولو كان السبب هو أخوك عمك أبوك صديقك من لا تعلم، هذه كلها ما هي إلا أسباب فقط، ولكن القضاء والقدر الذي يجب أن تؤمن به قبل أن يخلق الله هذه الدنيا سجل القلم في اللوح المحفوظ كل ما سيقع إلى يوم القيامة لكل إنسان. فنحن جلستنا هذه أيها الأحبة في الله كانت مقضية عند الله فوقعت فقدرها الآن، هذا أمر الله تبارك وتعالى، وكل من حضر جلستنا هذا مع الملائكة لا نشك في ذلك، مع إخواننا الصالحين من الجن لا نشك في ذلك، إنما هي منحة من الله، نعمة من الله تبارك وتعالى. وهل هناك أحد يستطيع أن يمنعنا من هذه المنحة؟ وهل هناك من يستطيع أن يخرجنا من المسجد ويقول خلاص مو لازم بس تسمعوا للدرس ولا تجلسوا في المسجد، كل واحد يروح يأكل ولا يتعشى ولا يقصر في السوق ولا في الدكان ولا البقى. ما في أحد، هذه منحة من الله أعطانا حفظنا من شواغل الدنيا، حفظنا من ملهيات هذه الحياة، وأنعم علينا بهذه الدقائق التي تثقل ميزان حسناتنا، والتي إن شاء الله لا نشك أننا ما جلسنا الآن إلا لاعتقادنا بأن مؤمنين نعمر بيوت الله، لأن الله يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك يكونوا من المهتدين. عسى بمعنى هنا يرجى يحقق حقيقة أنه من المهتدين. إذن أيها المؤمن إذا سمعت آية من آيات الله تليت عليك أو تلوتها فتدبرها، القرآن هذا نور نور يجب أن نتدبره ونتفهمه وأن نوقن إيقانا مليون في المليون مليون ولا مليار في المليار بأنه حق من عند الله، بأن ما فيه ما وقع قبل الحين منذ أن خلق الله السماوات وقبل ذلك كما ذكر، ومنذ أن خلق الملائكة وخلق الجن وخلق أبانا آدم ثم بعده ذريته، كل ما ذكره ابن القرآن قد وقع، وما نحن فيه الآن في القرآن الكريم هو واقع، وما سنراه في قبورنا التي هي روضة من رياض الجنة إن شاء الله جعلنا ممن يتريض فيها، أو حفرة من حفر النار أجارنا الله منها وأولادنا وحفظتنا والصالحون من المؤمنين في كل مكان، هذا كذلك سيقع، وما سيقع وكيف ندخل الجنة وكيف سنحاسب وما نجد في الجنة وما نقول في الجنة وما يقال لنا في الجنة وما تقول للملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، سلام قولا من رب الرحيم ربي يسلم علينا. نحن ايش عملنا؟ ايش قيمة اعمالنا حتى يسلم على الله تبارك وتعالى؟ ايش قيمة اعمالنا ايها المؤمنون حتى تسلم علينا ملائكة الرحمن
إيش قيمتنا عند الله؟ إيش قيمة الأعمال تاعنا؟ أعمال قليلة، الأكل والشراب والنوم والتنزه والاستراحات وجري وراء المال وراء الدنيا كثير أوقاتها، ولكن وقت العبادة قصير جدا، قليل جدا، ولكن رحمة الله واسعة. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ربي يجزيني بالحسنة بداية من عشرة إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة، كما قالنا نقرأ في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. سبعة في مئة كم؟ سبعمائة. سبعمائة حبة تنبت سبعمائة، يعني تعطي انت ريال واحد بنية خالصة لفقير محتاج، هذا ما عندك، هذا ما تستطيع، مش عد عندك ملايير ولا ملايين ولا آلاف ريالات وتعطي ألف، لا، كل يجود بما عنده، عندك كثير أعطي كثير حتى يخلف لك الله، يا أعطاك الله بسبب من الأسباب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سبق دينار ألف درهم، أو سبق درهم ألف درهم، أو كما قال، يعني واحد فقير أعطى درهم ولاحظ أعطى ألف، قال لهم هذا أحسن، هذا ضعف الله أجر أكثر، لأن هذا مقداره. نعم هذا ألف دينار ربي أعطى له عشرة أمثالها، قال لي أنفق سبع آلاف، ولكن هذا الدينار نتاعو ولا الدرهم نتاعو يعلم الله مقداره، يعلم الله مقدار الجزاء. فكل منا أيها الأحبة يعمل يستطيع أن ينفق، أن يكون مؤمنا حقا، يتصرف في ماله للمال يتصرف فيه، كما يقول الحكماء: إيمانك يجب أن يكون فيك إلى عظمك إلى أعصابك إلى مخك، كذلك هو الذي يبعث نور الإيمان إذا كان ممتليا بالإيمان، وإذا كان ممتليا قلب الكافر، نعوذ بالله أن يكون واحد بنا قلب الكافر والمجرم والعاصي والفاسق بظلمة المعاصي بظلمة الكفر، كذلك يبعث في جوارحه الظلمة فتسارع جوارحه إلى المعاصي، لأنها لا ترى الخير فتاتية ولا ترى الطاعة شيء جميل فتاتية، وأما المؤمن فمه يسارع إلى النطق بالكلام الطيب، وجوارحه تسارع إلى العمل الصالح، والله تبارك وتعالى يصف المؤمنين كالشجرة الطيبة، الله تبارك وتعالى يصف المؤمنين بأنهم هم الخيار في هذه الدنيا، يقول: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا هو المؤمن، وكلنا نود أن نكون مؤمنين حقا. وأعيد وأكرر أيها المؤمنون، هذا الإيمان يجب أن نحققه في تعاملنا مع ربنا، وفي تعاملنا مع أنفسنا، ومع القريب والبعيد، ومع جميع الناس حتى مع الكافر. إيمانك يجب أن يظهر مع الكافر، لا تقول هذا كافر أظلمه أسرقه أضره أسبه أشتمه، لا، هذا هو الكافر، أنصحه أرشده، خذ بيده، كن جند من جنود الله تمنع الناس، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الرسول وجد الدنيا كلها كافرة كلها وثنية، فنصحهم وأرشدهم وأخذ بيدهم، فمن شاء الله تبارك وتعالى آمن، ومن شاء بقي في كفره، لم يقل أن هؤلاء كفار، لا، قد عاذوه وأضروه ورموه بالحجارة ورموه بأوساخ وهو يصلي في الكعبة، ولكنه لم يتوانى ولم ييأس
ولم يأمل من دعوتهم إلى نور الإيمان، لأنه يحب الخير للإنسانية، يحب الخير للإنس والجن، لأن الله بعثه للإنس والجن. آخر يعني رسول ونبي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه الله رحمة للعالمين. العالمين معناه عالم الإنس، عالم الجن، عالم الجماد، عالم النبات، عالم كلش، كل ما يؤمن أن يهتدي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لأن نصلح ولأن نعمل صالحا، لا أن نضر أو نفسد في هذه الأرض. وجد قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم يبين لك ذلك هؤلاء المؤمنون من هم. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يقيمون الصلاة، ما قالناش يصلون، لأن المصلين كثيرون، ولكن المقبول من هم؟ قليلون. يقيمون معنى ياتون بالصلاة كما يحب الله، كما أمرهم، كما بيّن لهم. يحبون القيام للصلاة. المنافقون هم الذين يقومون للصلاة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسلاء يراعون الناس. احذر أيها المؤمن أن تقوم إلى الصلاة وأنت كسول، تقوم إلى الصلاة فتنقرها نقر الديك، تتهنى منها. لا، إذا كنت مع الإمام لا تستطيع أن تسبقه، ولا صلاتك غير مقبولة، لم تصلي، ولا أن تكون معه، لأن الأجر لا يكون، تقبل صلاتك ولكن الأجر قليل. ولكن إذا كنت وحدك أطيل في القراءة، أطيل في الركوع، أطيل في السجود، أطيل في الدعاء، والدعاء مخ العبادة، إلا أنك تدعو الغني الكريم الذي لا يمل من أن تدعوه في كل حين وفي كل مكان. إن الله لا يمل حتى تمل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أطلب ربي بعد كل صلاة، بعد كل عمل صالح، بعد كل ذكر، واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك ولا تكن من الغافلين. الله تبارك وتعالى لا ينسانا ولا يغفل عنا. وهل يمكن أن نحيا بدون حرص الله وحفظه ورعايته؟ أبدا. إذن لما الله الغير محتاج لنا، الله لا يحتاج إلى طاعتنا ولا عبادتنا ولا تضره معصيتنا، فهو معنا بحفظه ورعايته وماله، فلماذا نحن نغفل؟ وأنت أيها المؤمن كل يفكر، أيها المؤمن داخلك أجهزة تأكل طعام وتشرب ماء أو مشروب، نوعه، زيه، لونه، حار، بارد، ثم لما يدخل في المعدة من يتصرف في المعدة؟ من يأمر المعدة بأن تطحنه؟ من يأمر المعدة بأن تصرفه في المسارين في الأمعاء؟ منها ما يريد ما يذهب إلى الدم، ومنها ما يذهب إلى الأعصاب، إلى العظام، إلى اللحم، إلى الأظفار، إلى الشعر، فيطول. من يتصرف وأنت تعمل أو جالس أو نائم أو لاهي أو غافل عن ربك؟ الله تبارك وتعالى لا يغفل عنه. كل هذه المخلوقات، نبات، جماد، حيوان، كلها يربيها ربنا تبارك وتعالى. والنخلة عمل علفة، نواة في الأرض، فسيلة، ثم نخلة، ثم تثمر. من تصرف في هذا؟ من غير هذه الأشياء؟ كانت علفة نواة فصارت نخلة سحوق. ليس هناك غير الله. وهل يجوز لك بعد هذا، بعد أن رأيت هذه الآيات وهذه البينات، وأنت تعتقد أنك مؤمن، أن تقف في صلاتك فتجمع معك
هموم الدنيا، لو كانت هموم الآخرة لقلنا خلاص اهتممت بالآخرة اللي تصلح الدنيا. همم الدنيا، ماذا قيل لك وماذا يقال لك وماذا تقول لشغالك وماذا تقول لعاملك وماذا تقول لولدك وماذا تقول لزوجتك، كل هذه يأتي بها الشيطان إبليس الملعون في صلاتك، يجب أن تتلافاها، أن تبتعد عنها، أن تفكر ماذا تقرأ وماذا تقول وأين أنت واقف بين من عظمت قدرته، بين من يتصرف في كل شيء، بين من بيده ملكوت كل شيء، بين يدي من نفعك وخيرك وحياتك ودنياك وآخرتك بيده، ترجو خيره وتحذر عقابه. لأنك إذا كنت في الصلاة جاءك خاطر أو شاغل أو فكر أدفعه وتفكر فيما تقرأ، ولا تقول خلاص أتم هذه الفكرة أو هذا الحساب أو هذا الشيء الذي كنت نسيته ولما جاءني في يعني في وسط الصلاة أزيد أتفكر فيه، خلاص خرجت ماكش صلاة، ماكش صلاة، لسه في الصلاة، انقطعت صلاتك. أيها المؤمنون الذين يقيمون الصلاة، وإقامة الصلاة للمؤمن للرجل للذكر في بيت الله والمرأة في منزلها، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى يحب أن نعمر بيوته أكثر مما نعمر ديارنا بالأكل والشرب وغيرها كما ذكرنا، لأن عمارة هذا البيت هو عمارة للآخرة، هو لعمارة للجنات بالأشجار والأنهار وحور العين والولدان. بهذا، بعمارة البيت وبتلاوة القرآن وبصلاتنا مع جماعة المسلمين، هذا الذي نعمر به الآخرة، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، مما رزقناهم، الرزق هو الله لا أحد. الله يقولنا أنا نرزقكم، صدقوا ابتغاء فضل الله، من ذا الذي يقرض الله قرن حسن فيضاعف له، شكون اللي يسلف ربي يعطي له سلفية، ربي يضاعف له الخلف في الدنيا والأجر في الآخرة، ربي يعاملنا كما نتعامل مع نفسه، إن تقرضوا الله قرض حسن يضاعف لكم، كي تقرضوا يعني تسلفوا، تسلف لله، تسلفوا للعبد يرد لك، يمكن ما يرد لك، إما ماكر فيك سارق، وإما ما عندوش، ما عنده من يعطي لك، ولكن الله تبارك وتعالى لا يعامل بهذا، إن تقرض الله قرض حسن يضاعف لكم، كما سمعنا الحسن بعشر أمثالها إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. هذه الأضعاف المضاعفة أيها المؤمنون لمصلحتنا، لمنفعتنا، لخيرنا، وما أعطاك الله تبارك وتعالى الرزق في الدنيا لتبخل به، كترك الورثة بلم زيتك، الله هو الذي رزقه، وما ما تعطيه للورثة لأنك صدقتك تبدأ بفقراء الأقربين إليك، ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وغيرهم، إن تقرض الله قرض حسن يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم، يضاعف ويغفر لكم ويشكر لكم، هذه جزاء من عند الله. وإذا أعطيت فقيرا أو مشروع عن شيء لا تنتظر الجزاء منه، قل يعني ما شكرنيش، ما قاليش بارك الله فيك، ما قاليش ربي يخلفك، لا، أنت أعطيت لله، انتظر من الله، هو يقال، يقول لم يقول ما يهمك. وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها إذا بعثت بصدقة مع خادمتها تقول لها أعقلي ماذا تقول، أعقلي الأدعية التي تدعو بها،
كي تجي تقولها قالت لك ربي يعطيك صحة، تقول حتى هي ربي يعطيها صحة. تقولها ربي يعطيك جنة، تقول عائشة تقول ربي يعطيها حتى هي جنة. يعني ترد لها الدعوات. قيل لها لماذا يا عائشة؟ قالت أريد أن تكون صدقتي خالصة لوجه الله، لا يجازني عليها أحد بشيء إلا الله. وكانت تضع صدقتها ريالات أو تمر أو شيء في علبة فيها بخور فيها عطر. قيل لها لماذا؟ قالت لأنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. هذا من حرص صالحين والصالحات على صدقاتهم. ثم ما يكفينا أن نذكر ما تصدق به الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا يبقي في داره شيء. وما رزق ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، يعني هؤلاء الذين فيهم الصفات هم المؤمنون حقا حقيقة، لأنهم آمنوا بأن الله هو خالقهم ورازقهم، آمنوا بأن الله يضاعف لهم الأجر، آمنوا بأن الآخرة خير وأبقى، ولا الآخرة خير وأبقى، خير وأبقى، لا أحد يشك في أن الآخرة خير وأبقى. يعني نعيم الآخرة خير من نعيم الدنيا وأبقى. خالد، من دخل الجنة فهو خالد فيها أبدا لن يخرج منها، أبدا لن يخرج منها. ومن دخل النار والعياذ بالله عاذنا الله منها لن يخرج منها أبدا أبدا. سورة أغلبنا يحفظها في سورة الجن، يقول الله تبارك وتعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. تقول الكافر عصيت الله؟ لا، هذا كفر ما عصى الله. تقول المؤمن عصيت الله؟ يعني الذي عصى الله وارتكب الكبائر ومات على ذلك ولم يتب، مات بالحرام، مات سكير، مات في وسط الزنا، مات بالربا، يعيش بالربا، لا مال له إلا الربا، هذا مات ولم يتب ولم يصلح ما أفسد، إلى جهنم، إذا دخل جهنم لن يخرج منها، لا أحد يدخل جهنم فيخرج منها نكد. أي القرآن صريحة، ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يقول ما كانش أبدا في الآية الأخرى، هذه فيها أبدا. يقال للعاصي، العاصي مش الكافر مش المشرك، قال العاصي، والعاصي كثير يترك الصلاة عاصي، ليس بين الكفر، بين ليس بين العبد والكفر إلا تركه الصلاة. فأنت أيها المؤمن عليك أن تكون مؤمنا حقا وتفهم القرآن كما أنزله الله. ثم يقول الله تبارك وتعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا، يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. يعني احصر، احنا قرينا هذه الآيتين، إنما المؤمنون، احصر كذلك من هم المؤمنون. المؤمنون هم آمنوا بالله ورسوله، وهذا الإيمان أيها المؤمن كما قلنا إذا كنت مش مؤمن بلسانك فقط، قل لا إله إلا الله، أنا أؤمن بالله ورسوله، أؤمن بالله ورسوله، لو كنت تبقى عام دون أكل دون شراب أنت تقول أؤمن بالله ورسوله، أؤمن بالله ورسوله، أؤمن بالله ورسوله، أقوم صلي أؤمن بالله ورسوله، أؤمن بالله ورسوله، صوم أؤمن بالله ورسوله، ما ينفع. القول باللسان كبر مقتا عند الله إن تقولوا ما لا تفعلون. لا، القول باللسان يجب أن يكون من قلبك، فإذا كان من قلبك انشرحت له جوارحك، انسل هذا الإيمان في جميع جوارحك كما ينسل الدم من قلب الجوارح، كذلك الإيمان يجب أن يكون من القلب للجوارح، لأن القلب هو الذي يكون توزيع الدم منه وتوزيع نور الإيمان منه. والله تبارك وتعالى يقول
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الناس أفواج، الله يبارك ما شاء الله، ربي يحفظهم ويعاونهم إلى المساجد بتوفيق من الله. ولكن هناك من ينسل ذهب القهوة، ذهب القمار، ذهب الفسوق الفجور، وهل هذا ما عنده قلب؟ وهل هذا ما هو يبصر؟ عنده العينين يبصر الناس، يشوف يمكن مع صديقه كانوا في دكان، كانوا في حديقة، كانوا في نزهة، يلا نروحوا المسجد. قال له أنا شغل، عندي شغل، أنا عندي موعد. واحد يروح المسجد وراح يروح الموعد، الموعد نتاعه ربما يؤخر صلاة أو لا يصليها، أو موعده هو القمار والعياذ بالله. وهل هذا ليست له أعين ليرى المسجد ويرى المؤمنين الذين يذهبون للمسجد؟ له العين ولكن قلبه منطمس والعياذ بالله، ولكنه قلبه مظلم والعياذ بالله، فإنها لا تعمل بصار عند رؤية الحق ومشاهدة آيات الله تبارك وتعالى، ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. هذا قول الله تبارك وتعالى. فأنت أيها المؤمن إذا جئت إلى بيت الله أو خرجت من بيت الله، ذهبت إلى منزلك لتتناول الغذاء ولا العشاء ولا جلسة مع زوجتك وأولادك، تذكرهم بآية الله وتعيد لهم ما سمعته في المسجد وما قرأته في كتاب الله، فأنت بنور الله، فأحمد الله واشكر الله وقل ربي زدني ولا تنقصني، وأعطيني ولا تحرمني، وأكرمني ولا تهني. دعوات في كل حالة من الحالات، يعني تشكر الله تبارك وتعالى، ذلك من فضل الله، لا بقوتك لا بحيلتك لا بجهدك. من شاء الله هداه، من شاء ضله، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات، أكرم المخلوقات، قدع الناس إلى عبادة الله، 13 عام وهو يدعو إلى الإيمان في مكة المكرمة، لم تفرض في مكة إلا الصلاة، الزكاة والحج والصوم، كل في المدينة. بعد 53 عام، ما وصل 53 عام، هاجر إلى المدينة، ولكن الصلاة التي هي التأكيد والتركيز من الله تبارك وتعالى. قبل ذلك كان يصلي ركعتين صلاة خفيفة حتى أسري به، ففرضت عليه الصلوات الخمس. كان يركز الإيمان في القلوب، يبين بأن هذه الأشياء، هذه الأشياء الدنيا لا تنفع ولا تضر، وأنها من الله تبارك وتعالى نعمة لمن انتفع بها وأصلح بها حياته وابتغى بها رضوان الله، وبأن هذه الدنيا لا تدوم على حال. اليوم فقير وغدا غني، اليوم غني وغدا فقير. كم من الناس من ينام فقيرا، فإذا أصبح قيل له أبوك أو ابنك أو جدك أو ابن عمك لا وارث له، سترث مالا كثيرا، ففرح لما أصبح فرحا بالمال الذي يأتي. وهناك من ينام في بيته، فإذا أصبح قيل له احترق دكانك أو احترقت غابتك، لم يبقى له شيء، أو سرقت خزانتك، نام غنيا وأصبح فقيرا. هذا الله تبارك وتعالى، إرادة الله تبارك وتعالى، مشيئة الله تبارك وتعالى. إذن أنت أيها المؤمن كلما تصبح في فراشك فتتمخط، تجد يداك تتحرك، عينيك، راسك، أنفك، أذنيك، رجليك، تقوم الحمد لله، كل جوارح كاملة، نمت هنيئا مريئا. ربما قد تنام تتوجع من ضرسك أو من رأسك أو من بطنك أو من جرحك، ولكن هذا لا يدوم، لا يبقى، عارض وسيزول. ولكن أغلب أيامك أيها المؤمن، أغلب لياليك أيها المؤمن، فأنت تنام في هناء وتقوم في هناء، فتقول الحمد لله
لذلك الله تبارك وتعالى ربما احنا نفهم بأن أول ما يجب عليك أيها المؤمن عندما تستيقظ تتودد إلى الله، تشكر الله، تحمد الله، تصلي صلاة الفجر، والناس نيام، المنافقون نيام، والكفار نيام، والملحدون نيام، إلا المؤمنون بربهم، المؤمنون بتعاليمه، المؤمنون برسوله، المؤمنون بأن الله يهيئ له رضوانه وجنته في دار النعيم. هؤلاء هم الذين يقومون عندما يسمعون أذان الفجر أو الأذان الأول قبل الفجر، ساعة قبل الفجر، يقوم للتهجد، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. الذين يتهجدون في الليل، لأن أغلب الناس نيام، ولكن هو يقوم من بين المؤمنين الذين سيقومون عند أذان الفجر. خير عظيم، فضل عظيم. اقرأوا كتب الفقه، كتب الحديث، لتطلعوا على ما هيأ الله تبارك وتعالى للمتهجدين، للذين يقومون يركعون ويسجدون والناس نيام، ودعاؤهم مستجاب وعملهم مضاعف. هذه نعمة من الله أن تبتدئ يومك بصلاة الفجر. وإذا كنت وازن، وإذا كنت على سفر، تسافر كما نسمع الطيران غالبا قبل الفجر، لا بد أن تخرج قبل رحيل الطائرة على الأقل ساعة، قبل رحيل الطائرة ساعة، فجرا أو قيلولة تقوم قبل الفجر حتى لا تفوتك الطائرة، حتى تسافر لأمر الدنيا. وهل أحد منا يذهب يسافر لياتي بالصلاة أو لياتي بالزكاة؟ ربما نقول الزكاة، واحد عنده تجارة مثلا في صلالة ولا مكان بعيد ولا في دبي ولا في غيرها، ولا يجيب مثلا شيء لفقير، جهاز عرش لفقير مثلا، نقول يا ذهب في سبيل الله، لذلك ابتكر بكر في سفره. ولكن أغلب أسفارنا ورحيلنا وذهابنا إلى أعمالنا الدنيوية قبل وقتها، قبل الموعد، وهكذا يجب. نعم، لا يكون ابتداء عملك على الساعة الثامنة، أنت تخرج الساعة الثامنة من الدار، قد خنت صاحب العمل، قال لك تبدأ العمل على الثامنة، إذا بديت على الثامنة وربع، ثامنة وخمس دقائق، فقد أنقصت خمس دقائق أو ربع ساعة من العمل، عليك أن تحاسب نفسك، تقول لي رب المال نقص مقدار خمس دقائق، ولا اسمح لي فيها، ولا عوضها بعد العمل، ليكون رزقك حلالا طيبا، لم تخن فيه لا ربك في عبادتك ولا رب المال في العمل. وأنت لا ترضى أن يكون عاملك ينقص من الوقت أو يلعب أثناء الوقت أو يعني لا يؤدي العمل كما تحب، ما تحب تحب لنفسك أحببه لغيرك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، يشير نعرف أنا. ما عندي ساعة، ما نعرف تخيطين صليت، ها ما عملت ساعة مني. إذن أيها المؤمنون، ربي تبارك وتعالى قالنا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هناك آيات كثيرة، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ثلاثة من الناس. نرجو من الله تبارك وتعالى أن يعزنا بدينه، وأن يثبتنا على الحق، وأن نكون أوفياء لله مع أنفسنا، مع أولادنا، مع أزواجنا، مع عمالنا، مع كل أحد، ليوفي الله تبارك وتعالى أجورنا في الدنيا وفي الآخرة.
إنه سميع مجيب، وفقنا الله إلى ما يحب ورضاه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الباب. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.